وذلك إثر نوبة قلبية ألمت به صباح هذا اليوم. وقالت المصادر إن الرئيس توفي قبل وصوله إلى المستشفى رغم محاولات الأطباء إعادة النبض إلى قلبه المتوقف. عم بيحكوا عن رئيسنا؟ بدي نتكتها مع الخبر، ما بدي حدا يعرف. السيدة نورة سعد والتي تبلغ من العمر نحو 40 عاما، وستشغل منصب الرئاسة لمدة عام واحد إلى أن تتم الانتخابات، وهي أم لفتاة من زواج سابق ولها طفل من زواجها الحالي. السيدة الرئيسة ستكمل فترة ولاية سلفها أمامها العديد من الملفات التي قد ترهقك حيلة. مدام بريزيدنت السبت الساعة 9 مساء على لنا.